الإنسان إذا لم يمحص لم يعرف إيمانه، وكل الأشياء تمحيص، ووجود الخير أمامنا هو تمحيص. أنا كيف أعرف نفسي مطيع للنبي صلى الله عليه وآله؟ لابد أن أأتي بعمل يطابق ما جاء به. من يضمن لي أني لو كنت في حياته كنت من أصحابه؟ من يضمن لي ذلك؟ قد أكون كنت في صف عدوه، قد أكون حاربته والعياذ بالله. وهكذا الإنسان دائما، الكلام سهل لكن يحتاج إلى تربية. بعض شبابنا الآن مفتول العضلات وما شاء الله طاقة الجسمية، يوم واحد لا يستطيع أن يصوم، يوم واحد، وهذا اليوم بعده يعني بعد هذا اليوم ساعات، يمكن أن يقضي هذه الساعات كيفما اتفق. لكن لاحظ التسويلات الشيطانية، فهذا كيف يختبر بشيء أعقد؟ وكل هذه التكاليف الإلهية نوع من الاختبار والتمحيص. وإلا الله لا تتوقع الآن، لو أطاع الله جميع سكان الكرة الأرضية، لو أطاعه الآن كله لا يزيد في ملكه شيئا، ولو عصاه أيضا سكان الكرة الأرضية جميعا والعياذ بالله لا ينقص منه شيئا. هذه الأمور ليست في زيادة ملك لله أو نقيصة ملك لله، الله غني عن العباد، لكن نحن الفقراء، نحن المساكين، نحن نحسب الأمور بطريقة غير صحيحة. ولا بد أن نرعوي، لا بد أن نلتفت